يتربع شراب العرقسوس على رأس قائمة المشروبات الرمضانية في سوريا والعديد من الدول العربية، فهذا الشراب الذي له باعة متجولون يظهرون في فصل الصيف ليزينوا الأسواق الشعبية بنداءاتهم وشناشيل وعائهم الكبير الذي يحملونه على ظهورهم، يترك باعته الجوالين في الأسواق ويذهب إلى موائد الصائمين مباشرة في رمضان. يا سلام على طعمك يا سلام، دلنا ويابسنا وبحليك، حلاوة من خشب الشام وحلاوتك زيد منك فيك، جرب ويدوب جرب خد مني كوباية العرق السوس من غير فلوس، جرب يا زيد. كانت النساء السوريات فيما مضى يصنعن العرقسوس في بيوتهن بعد شراء المادة الأولية من العرقسوس المطحون من عند العطار، لكن الزمن الذي تطور ومظاهر الحياة اليومية التي تبدلت جعلت من ربات البيوت اللي بيحضروا العرقسوس بالبيت بمراحل تحضير متعددة ومعقدة عملة منقرضة، وخصوصاً أنه العرقسوس صار متواجد بكل سوق. وبسطات العرقسوس تغري الصائم الذي يمر بجانبها بمجرد رؤية البائع وهو يسفح العرقسوس من الإبريق بطريقة تبرز قدرته على التحضير والتخمير والتسويق، وتجعل منه أقدر على إرضاء وإرواء عطش الصائم. ومثل ما بيقول المثل، شريك المي ما بيخسر. الازدحام عند بائع العرقسوس جزء من مشهديات رمضان وتذكاراته الباقية، والشراب الذي انتقل من رنين طاسات نحاس إلى شفافية أكياس النايلو، ومن برودة الأمس البسيط الهانئ إلى تعب حاضر يتعلق بأهداب روحانية رمضان، ما زال يحمل في طعمه الحلو بعض المرارة ليطفئ ظمأ الصائمين ويطلق في الوجدان أصوات من تغنوا به فقالوا شفا وخمير يا عرقسوس.